في حلقه جديده من برنامج تفضله عندنا. النهارده هنعمل جلاش بالشوكولا والفستق، وهنعمل كمان توست بالهوت دوج والمشروم. تعالوا نشوف التوست هنعمله ازاي. هنبقى محتاجين توست وهوت دوج زي ما انتم شايفينه كده، وكريمه لباني وبشاميل وجبنه بارميزان وجبنه سلايز تشيدر وزيتون ومشروم. اول حاجه هنعملها هنحط كده شويه زيت صغننين هنا، في نفس الوقت هنا برضو انا محضره البشاميل وكله، وكل اللي هعمله بس ان انا ايه هحطه على النار. وهقطع ده نقلب بس البشاميل كده. طبعا الصوصج يتسلق وبعد كده يتحمر احلى. بيدي كده لون حلو قوي لما بيتحمر، وممكن نحطه يعني ممكن نسلقه ونحطه على طول، بس هو كده بيدي لون وبيدي وبيبقى اطعم كمان. اول ما احس بس ان هو ساح شويه هبتدي ازود له الكريمه اللباني. نشوف محتاج ملح او فلفل ولا لا. اول ما احس ان هو ابتدى يتحمر هبتدي احط المشروم والزيتون معاه. يبتدي بقى نقطع المشروم ابتدي بقى ازود عليه الكريمه اللباني. بشاميل خلاص كده ابتدى يستوي. نشوف بقى هنحتاج ايه. هنحتاج طاجن بايركس كده، هبتدي احط كده كمية
وهرص كده التوست فيه، وابتدي احط عليه الزيتون والجبنة السلايس. اكلة دي لذيذة جدا اصلا وسهلة، ومش لازم نحط هوت دوج. لو عندنا مثلا لانشون سلامي في البيت، تركي، يعني اي حاجة موجودة من حاجات الكولد كاتس دي ممكن نعملها. بنحطها في الفرن يعني لحد ما الوش بس يتحمر، ممكن ياخد 15 دقيقة بالكتير. نبتدي برضو نعمل كده، نوزع كده البشاميل. وابتدي احط الجبنة البارميزان كده على الوش. وادخلها الفرن زي ما قلت لكم لمدة 15 دقيقة. نطلع فاصل بقى ونرجع نعمل الجلاش بالشوكولاتة والبقلاوة بالشوكولاتة. خليكم معايا. رجعنا تاني، التوست لسه في الفرن. هنشوف هنعمل الجلاش بالشوكولاته ازاي. هنجيب شوكولاته اللي هي بتتحط في السندوتشات، ورمان وفستق وشربات نبقى مجهزينه وبارد. والجلاش انا بس عملت كده اول طبقه، وبعدين هنشوف هنعمله ازاي. زي ما احنا متعودين يعني هنعمله زيه بالظبط زي الجلاش الحادق او الحلو اللي احنا بنعمله. وهندهنه بالزيت.
هنعمل طبقة كمان وبعد كده نبتدي نحشيه. طبعا انتم ملاحظين ان انا حشر الرمان في كل حاجة في الحلقات دي، انا قلت لكم قبل كده انا بحبه جدا، وهو اصلا يعني من الانواع الفواكه المفيدة جدا جدا، فبما ان ده الموسم بتاعه فانا بحاول استغله في كل حاجة. بس نبتدي بقى نحط الحشوة. طبعا الشوكولاتة دي يعني جميلة جدا وبتتاكل كده بالمعلقة. نفردها يعني انا مش هفردها على الاخر، ان هي اصلا اكيد هتسيح جوه. نحط الرمان نحطه في الاطراف لان الشوكولاته هتيجي عليه اصلا لما تدخل الفرن. نبتدي بقى نحط طبقة زيت تاني. طبعا انا ما حطيتش تحت دي عشان الشوكولاتة اصلا بتبقى فيها دهون، فمش مش هتلزق الحاجة ولا هنحتاج نحط زيت. نبتدي نحط بقى في الطبقة اللي ايه اللي هي خلاص ما بقتش لمساها. نبتدي بقى نقطعها ونحاول الشوكولاتة ما تطلعش. ندخلها الفرن لحد ما الوش ده يتحمر. نشوف كده بقى الجلاش. شايفين بقى لونه حلو ازاي وهو سخن كده. نحط عليه الشربات بس مش كتير، والشربات ما يبقاش مسكر قوي لان فيه شوكولاتة يا دوبك بس كده. ايه نحط الفستق كده على الوش وكده يبقى خلصنا الجلاش.
طلع بقى التوست. نحط عليه بس كده من على الوش. شوية جبنة ولما يهدى خالص نبتدي نقطعه عشان نقدمه، لازم يهدى شوية. ممكن بما ان مفيش حاجة خضرة ممكن نحط كده فستق في النص يعمل اخضر، وكده يبقى خلصنا برضو التوست بالهوت دوج والمشروم. يا رب الاكلات النهارده تكون مختلفه وحلوه وتجربوها بسرعه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.